ما هو نفس حجم العلبة، ما هو نفس اللون، ما هو نفس لون الكاب. أعزائي المتابعين أينما كنتم، متين بن عبد الله is back. أسأل الله بسكم صلاكم زي متابعين وكتب تهيب بن عبد الله من هذا الفيديو الجديد والجميل والرائع اللي من خلاله ما شاء الله لاحظت أنكم عجبتكم جدا سلسلة الفرق بين الأصلي والتقليد، فلذلك قررنا في هذا اليوم نجيب جزء ثاني من السلسلة هذه. حاولت أني أبحث وأجيب منتجات مشهورة أو معروفة، وفي نفس الوقت أجيب منتجات ثانية تكون تقليد منها، او ما نقول تقليد، او نقول ان ماركت والمارت او جريت فاليو او الماركات هذه بشكل عام تسويها بحيث انها تكون مشابهة للاصلي ولكن فيها فرق ضخم جدا في السعر. واذا عجبتكم السلسلة ولاحظت ان ناس كثيرة تبغانا نسوي تحدي، يعني اجي انا مغمض قدامي صحنين، واحد في التقليد واحد في الاصلي، وحاول نعرف شنو التقليد شنو الاصلي، راح نسويها ولكن شنو المقابل؟ 50,000 لايك ممكن، يعني اذا انتم مرة تحبوها ودكم يعني 50,000 لايك ونسويها. فلذلك خلونا نبدأ باول شيء عندنا لهذا اليوم. نايس صراحة، واو يا رجل شوف حجمه شنو صار. احس اني اخليتها يوم زيادة، كان المفروض من امس اشيلها لان بعضها بدأت تخرب. المنتجنا الأول لهذا اليوم هو المنتج الخرافي والجميل هذا، اسمه سانديز كوكيز من ماركة كيبلر. ماركة كيبلر جربنا منها أشياء كثيرة، ولكن هذه المرة على بيكان شورت كيك. المفروض إنه يكون كذا خفيف في نفس الوقت في بيكان، يعني طعمه مرة حلو. ولكن جات شركة جريت فاليو وجابت شيء يعني ما تعبت مرة في التصميم، بس يعني يشبه ولد عمه بيكان شورت كيك. فراح نجرب الاثنين وراح نقيم هذا. طيب يا متيم، هذا كيف راح تقيمه؟ راح نقول ان اذا كان هذا 10 فهذا كم يكون مقارنة في نفس الفيديو الماضي. الناس اللي ما شافت الفيديو الماضي تلقونا فوق هنا، روحوا شوفوه وانبسطوا، وتالي رجعوا تعالوا كملوا شاهدوا هذا، تالي روحوا شاهدوا هذاك. خلينا نجرب هذا، مرة متحمس ما قد جربته من قبل، فنشوف الطعم والأشياء كذا وبعدها نخش على ده. عرض عندي شكله نايس حلو، تعال نقول بسم الله. بسكوت بس انه هش مرة، يعني ما هو بسكوت اللي مقرمش مرة بطريقة مرة تزعجني، لا بالعكس طريقة القرمش اللي فيه مرة حلوة. طعم البيكن فيه مرة باين نايس، في ملوحة، في طعم البيكن باين، قرمشته حلوة لذيذ جدا. ولكن نجي لهذا ونشوف مقارنة بالاصلي، وبعد ما راح نجربهم راح اعطيكم السعر قبل لا نقيم. اوكي، اول شيء طريقة الفتح في هذا مرة سيئة، ما هو مثل هذا. خلنا نوريكم مقارنة في الشكل بينهم، هذا الاصلي وهذا جريت فاليو، يعني متشابهين شوي بس هذا حسه محمر اكثر. نقول بسم الله. اوكي هذا اخشن شوي، طعم البيكان ما هو مره باين فيه، هنا باين اكثر، باين احلى، هم الملوحه هنا باين اكثر احلى، ولكن مو سيء. اوكي الان نجي ونقارن الاثنين او نقيمته. طبعا شرحت لكم طعم هذا وطعم هذا، هذا قيمته $2.56، هذا قيمته $1.33، يعني تقريبا 60%، وبصراحه شيء مره كويس. هل في فرق كثير بينهم؟ لا بصراحه ما هو الفرق اللي مره كثير، ولكن انا عن نفسي من راي شخصي انا احب يكون قرمشته اقل خشونته اقل، فانا اكيد راح افضل هذا. ولكن لو يعني ابغى اوفر، طيب ابغى اوفر مره صراحه، بشوف حالي اشتري هذا، ما اشوف الفرق الكثير بينهم مع حليب تعطيه كذا. فمن 10 هذا بقول انه صراحه 7 من 10. خروح اللي بعده. ثاني منتج عندنا لهذا اليوم اللي هي التورتيه البيربل كورن. شنو هذا يا متيم؟ هذا تشيبس عادي اللي هو تورتيه كورن او تورتيه تشيبس او يعني الاشياء هذه بشكل عام، ولكن لون الذره اللي مستخدم منه مثل ما تشوفوا بنفسجي، فاعطانا اللون البنفسجي هذا. طبعا طعمه نهائيا ما يختلف عن العادي، جربناه في القناة من قبل، هذا كانت ماركة ثانية أتوقع، ولكن معناته يعني إذا تبغى شيء لونه مختلف فهذا راح يناسبك. حرفيا طعم العامل من اللون ممكن تاكله تقول أوه ممكن يكون طعمه غير، لا العادي بالضبط زي ما هو، لكن قوي لذيذ. طبعا هذا من ماركة On The Border، ماركة مشهورة مرة من ناحية التورتية، ما تورتية مرة لذيذ مرة خفيف، الملح اللي فيه موازن مرة أحبه. ولكن جت Great Value وجابت لك نفس التورتيه تشيبس بيربل كورن بلو، هذا مسمينه بلو، يعني المفروض ان هذا ازرق وهذا بنفسجي. شايف انت فرق اللون؟ واضح ان واحد منهم ازرق وواحد بنفسجي اصلا، مره باين فرق اللون. هذا يجي طبعا
خلنا نوريكم فرق اللون والشكل بينهم. هذا صاير أقرب إلى الدوريتوس طيب، بينما هذا صاير أقرب إلى الستايل العادي اللي هو مال التورتية، فهذا يعتبر تراديشنال مرة، هذا يعتبر دوريتوس مرة. لونه أغمق مثل ما وريتكم مرة ثانية، أغمق بصراحة، تحس إنه يشهي أكثر، ولكن خلنا نذوق. أخشن باين في طعم الكورن، مع إنه المفروض ما يبان في طعم الكورن، ما هو بالملوحة اللي في هذا، ولكن ما هو سيء نهائيا، ما هو سيء. بس تدرون اللذيذ فيه انه باين في طعم الكورن، مع ان المفروض طعم الكورن او طعم الذرة ما يبان، يعني دائما لما اشتري تورتيه ما اذوق طعمها، بس هنا مرة باين بصراحة. لمسة حلوة بالنسبة لي قاعد اشوفها. نرجع ناكل هذا مرة ثانية كشيء بروحه. هذا بالنسبة لي مرة احلى، طعم الذرة اللي فيه يسحر يا رجل. حين نجي نقارن بين السعرين، هذا سعره $2.78، بينما هذا سعره $2.28. الفرق بينهم $1.50. عجبني هذا بصراحة أكثر، هذا حلو تاكله مع شيء بالملوحة حقته، ولكن هذا طعم الذرة اللي فيه، رغم إنه زي ما قلت لكم مفروض تورتية ما يبان في طعم الذرة بهالقوة، يعني ممكن يكون موجود كهنت، وساعات بعضهم الملح اللي يحطوه هذا ما يخلي بان، بس هنا باين بقوة بصراحة مرة عجبني. إذا كان هذا 10 فهذا بصراحة راح أعطيه 13 من 10. خروح اللي بعده. اللي بعده مشروبي المفضل، وهو الناس اللي شافت الفيديو اللي سويته من تقريبا 3 سنوات، فيديو عرضت فيه شنو أفضل 7 مشروبات بالنسبة لي، وعطيتها الترتيب. هذا كان في المركز الأول، ما قدرت أشربه كثير لأنه مرة حالي، ولكن طعمه الكريمينس اللي فيه بصراحة شيء خرافي جدا، ولذلك يستحق إنه يكون المركز الأول في أفضل مشروبات أحبها. ولكن جات شركة Great Value سوت لنا ولد أخوه. يعني اتحداك تقول انهم يبغوا يسوون نسخه منه، مستحيل. واضح ان اساسا هذا الشيء وهذا الشيء، يعني ما هو نفس شكل العلبه، ما هو نفس حجم العلبه، ما هو نفس اللون، ما هو نفس لون الكاب، ما هو نفس لون الليبل، نهائيا ما في اي شبه. ولذلك بما ان ما لي خلق اجيب كاسات وما لي خلق ادلعكم بزياده، ف تعطيه كذا جغمه. بسم الله. اوه الطعم، يو زمان ما شربته يا اخي، حلاوته مرة حلوة، لذيذ يا أخي، يعني الكريمينس اللي فيه عذبة، طعم الفانيلا اللي فيه يا أخي، يعني تبحر كده، تبحر، عالم عالم ثاني. نجي ونجرب الثاني هذا اللي أتمنى أنه ما يكون سيء، يعني بسم الله. One minute. بأرجع أشرب هذا مرة ثانية، بشرب موية وبشرب هذا مرة. في شيء كذا يعني داعب، يعني أحاسيسي كذا لخبطني شوية. حاولت أدور فرق بسيط، ما في كوبي بيست، هذا هو هذا بالضبط بالضبط. واو، يعني ما أدري هل من اليوم ورايح أنا أصير أشتري هذا بدل هذا ولا إيش السالفة. حرفيا حاولت أدور فرق، شربت أكثر من مرة الاثنين، شربت بينهم ماء، قلت يمكن الطعم اختلط عليه، كوبي بيست بالضبط. يعني لو أشيل الليبل هذا وهذا مستحيل أعرف الفرق، مستحيل. فلذلك إذا وصلنا 50,000 لايك وسوينا التحدي، هذا راح يكون واحد من المنتجات 100%. نجي للسعر، هذا سعره $1.58، بينما هذا سعره 72 سنت بس. إذا قلنا هذا 10 من 10 طيب، فهذا بما أن نفس الطعم راح يكون 10 من 10 أيضا، لكن فرق السعر، فرق السعر بصراحة يرجح هذا جدا، فبأعطيه صراحة 12 من 10. واو أوكي، فيديو هالمرة أخي، مع أني ما كنت متحمس للمنتجات مرة، لكن تقارب اللي قاعد أشوفه بصراحة أقوى بكثير مما توقعت. سماش لايك، عطى لايك، يعني لأن تحس الفيديو بطل عطى لايك تحت. يلا هنا خروح اللي بعده. المنتج اللي بعده نيلا ويفرز، تجي كذا ويجي كذا. هذا واحد من المنتجات اللذيذة، الناس اللي تحب الويفرز، الناس اللي تحب الشيء اللي على فانيلا، فهذا راح يكون من الأشياء اللي جدا 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 راح تعجبكم. ناس تحب مع البودينج مع كذا، منتج بصراحة مرة لذيذ. طبعا هذا من إنتاج شركة نابسكو اللي هي الشركة اللي تسوي الأوريوز، جات شركة Great Value وجابته، ولكن هذا في مشكلة. يعني شوف كذا، شايف شلون؟ يعني حركة الآيفون هذه الروتيشن، بس هنا نفس الحجم بالضبط، يعني واضح انه نهائيا ما في اي نسخ في الموضوع، اتوقع واضحة حتى الطريقة اللي تحت، ما في نهائيا. فوق هنا باين، خلينا نجرب الاول. هذا شريته هذا على فانيلا، فهذا ما ادري هل هو الطعم العادي اللي على فانيلا ولا لا،
من الريحه باين. هذا هو طبعا بشكله يعتبر هو بسكوت. واو اوكي انا قاعد اشم ريحته صراحه يعني ساكله ولا لا اخر مره دي. هذا مع البنانا بودنج ما هو طبيعي لذيذ حلو يعني انت الامان فاهم شلون. كان نجي للثاني نفس الريحه بالضبط طبعا اكيد راح اوريكم فرق الشكل بينهم. هذا فرق الشكل يا هذا تقريبا جريد هذا الجريد فاليو هذا الاصلي. الاصلي محمر اكثر شويه فنقول بسم الله. لا لا تكستر مختلف تماما طعم هذا افضل ما ادري احس يعني شيئين هذول هم اهم شيئين ومشيئين الوحيدين اللي تقدر تقارن فيه. تكستر حق هذا افضل طعم حق هذا افضل بس مع المضغ بدا يطلع طعم هذا بينما هذا من البدايه يطلع طعمه كان طعمه اعجبني مره. نعطي التست ثاني. اوكي تكستر هذا افضل لما تمضغه وبدا يطلع الطعم الطعم اللي يطلع هنا افضل بصراحه يعني واحده لهذا وواحده لهذا بس اكيد تكستر عندي افضل. ولكن في ناس مثلا تحبه مع حليب مع شيء كذا فما راح يفرق معها التكستر مره. الان خلينا نشوف فرق السعر بينهم. هذا الاصلي سعره $3.17 بينما هذا التقليد سعره $1.34. واو فرق السعر ما هو طبيعي بصراحه. فرق السعر جدا ما ايش اقول. كطعم هذا احلى كتكستر هذا افضل ولكن السعر لهذا. فلو قلنا ان الاصلي خليه هنا عشان تفرقون لو قلنا ان الاصلي هذا 10 من 10 التقليد صراحة بعطيه 11 من 10. واليوم ما ادري ايش فيهم التقليد قاعدين يفوزون من جد. اكيد كلنا نحب تشيتوس. تشيتوس من الاشياء اللذيذة جدا من الاشياء الجميلة جدا من الاشياء اللي لم تاكل تقول انه مرة حلو. هذه المرة جبنا تشيز بوفز. تشيز بوفز من عند تشيتوس معروف بانه خرافي بكل معنى الكلمة. لا يوجد الإنسان على هذه الأرض ممكن إنه يعارضني. واو ما أنا قادر أوقف يا أخي من لذته. وكأني نسيت إنه في واحد ثاني المفروض نجربه. أنا أساس المفروض أجيب هذاك أول. راح تكون منافسة صعبة صراحة للتقليد. جات شركة Great Value وأعطتنا التشيز بوبس هذا. يعني ما هو خلينا نشبه الشكل مرة ولكن كتبوا عليه تشيز بوبس بس هذا تشيتوس وهذا Great Value. أول شيء راح نشوف فرق الشكل. أوكي أتوقع فرق الشكل واضح جدا. يا فرق الشكل جدا واضح إلى مين يعني. قول بسم الله. لما تغسل هذا طيب تشيتوس فيروح منه جبن كثير. تخلي كيس مفتوح تخليه ينشف برا لمدة 6 شهور فيصير مرة قاسي راح يعطيك هذا. مرة سيء هذا. أوف جدا سيء جدا يعني حرفيا جدا 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 سيء. مهما كان فرق السعر لو هذا ببلاش ما راح اخذه. نعطيه تجربه ثانيه من داخل عشان لا تقولون ظلمناه. لا ما زال قاسي ما زال طعم الجبن فيه اقل. خلينا نشوف فرق السعر بينهم عشان نقيم. هذا سعره $2.50 بينما هذا سعره $1.54. ما هو فرق مره كثير فرق تقريبا دولار الا. ولكن معليش تبغى تاكل شيء محترم شيء يسوى ما تبغى شيء يعني جزمه فأخذ هذا وراح تندم طول عمرك. كم بعطيهم إذا قلنا إن هذا 10 من 10 فهذا بصراحة بعطيه 3 من 10 مو أكثر. خل نروح لآخر شيء عندنا لهذا اليوم. نجي لآخر شيء عندنا لهذا اليوم. كوكا كولا الماركة المعروفة الماركة المشهورة الماركة اللي واو أشهر ماركة في العالم حرفيا. الخلطة اللي إلى اليوم ما أحد يعرفها. طيب الخلطة اللي محطوطة داخل خزنة واحد من أكثر الأماكن سكيورتي في العالم ماكسيمم سكيورتي يعني أكثر الأماكن عليها حراسة في العالم. فجأة قررت شركة والمارت شافت الكوكا كولا جابت لنا سامس كولا. سامس كولا مشكلة مو هنا مشكلة. سامس كولا فخورين بأنهم موجودين من 1991 ما يبان عندكم ولا لا بس الجماعة مرة مفتخرين بأنهم موجودين من 1991 بينما شركة كوكا كولا من 1800 وشي. دوقي كوكا كولا بعدين نتجه للعم سام أبو كوكا كولا. إنه الكوكا كولا بس طبعا راح أشوف لون الستيم اللي يطلع نفسه ولا لا. أوكي تقريبا نفس اللون وهذا شيء بدا يعني خليني اقول هل يعني عرفه السر ولا لا. طعم الكوكا كولا العادي. اكتبوا لنا تحت في التعليقات كوكا كولا ولا بيبسي. خلينا نشرب ماي ونجرب الثاني. اوكي بدا يعني بديت اشك في الموضوع هالمره. موضوع مره ثانيه. اوكي
اوكي اكذب عليكم اذا قلت لكم ان الطعم ما هو مره قريب، مره قريب الطعم اوكي، بس الكولا مره كثيره، انواع الكولا مره كثيره، شركات تسوي كولا مره كثيره، ولكن كل شركه تحاول انها تسويها بطريقتها الخاصه، بس هذه واضح انها تحاول انها تسوي الكولا بطريقه كوكا كولا. يعني هل نجحوا؟ بنسبه 90% بقول لكم يا، يعني لو شربت الاثنين ممكن اعرف افرق بينهم، بس صعب جدا، يبغى لها واحد يعرف الطعم مرة، يعرف وش يفرق بالضبط. ولكن في الهنت هذا مال كوكا كولا اللي طق أنا كوكا كولا يقولها كذا، هذا الهنت هذه الشركة مستحيل بيوم من الأيام كانت إنها راح تقدر تجيبه. تيامتين بن عبد الله، هذا لو كان 10 من 10 كم هذا راح يكون؟ قبل لا نقول خلينا نعطي السعر هذا، بعدين نعطي السعر هذا. هذا سعره $1.74 بينما هذا سعره 72 سنت فقط. طيب يا متيب، لو كنت إنسان يبغى كوكا كولا أو يبغى كولا، يعني يبغى شيء بديل عن الكوكا كولا، شيء بديل عن الكوكا كولا ما راح تحصل نهائيا، هذا الشيء تأكد منه، مهما أعطاك سعر مهما أعطاك طعم زي الكوكا كولا ما راح تلقى، تأكد من هذا الشيء. يعني هذا ما يبغى لها واحد اثنين، بينما هذا ممكن أشربه ولكن ما أبغى أشربه على إنه بديل أرخص للكوكا كولا. فلو قلنا إن هذا كان 10 من 10 هذا كم بتعطيه؟ صراحة بعطيه 6 من 10، لأن الهنت هذا مال الكوكا كولا إذا ما قدرت تجيبه فأنت يعني برا المنافسة. وهذا كان عندنا اليوم حبيبتي، اهتمنا لايك سبسكرايب وشير، وتظهرون الفيديو جاي قريبا جدا. متهم شنو منتج اليوم؟ هذا بصراحة منتج اليوم بالنسبة لي، وبصراحة منتج اللي يستاهل التجربة. لا تنسونا لايك سبسكرايب وشير، وش اخبار مثل ما كان مكتوب في اول الفيديو على 2,000,000 سو سبسكرايب. يا اخي ملاحظ في ناس كثيرة ما عاد تسوي سبسكرايب، ما ادري ليش. سو سبسكرايب افرحني وافرح نفسك وافرح اخوانك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.